كما يقول كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء، ويقولون الاختلاف رحمة. لا، الاختلاف ما هو رحمة، الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة، أما الاختلاف فإنه عذاب وشر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الخلاف شر، الاختلاف شر. فالاختلاف يقع موجود، لكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين ومن، لا، الدين ما هو بالأقوال، الدين بالدليل. إن تنازعتم في شيء فرد، هذا الميزان الذي بين أيدينا. الله لم يكلنا للخلاف ولا إلى رأي فلان وقول فلان، بل أمرنا بأن نرجع إلى الميزان وهو الكتاب والسنة. فمن كان من أهل العلم ويستطيع أنه يعرف الراجح من المرجوح فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فهذا يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله لم يكلنا إلى الخلاف ولا إلى الأقوال ولا إلى الآراء.